أربعة ثلاثة اثنين. هلأ من هون رح ننزل لتحت ونطلع لفوق سكوات عادي. آخر اثنين وآخر واحدة. هاي المرة رح ننزل لتحت نرفع إجل للخلف لعدتين. كمان مرة ننزل لتحت ونرفع للخلف. Good. هلأ هون عم نشغل العضلات الخلفية للإجرين. ننزل لتحت ونرفع الإجر ممدودة لورا. حاولوا تدفعوا للخلف بالكعب. كمان أربعة على كل جهة. وحتى لو تعبتوا انزلوا لتحت قد ما بتقدروا. كمان ثلاثة. وآخر اثنين هون. وهي آخر واحدة على هاي الجهة. هلا بدي اياكم تفتحوا مسافة عريضة بين اجريكم. رح نروح اول اشي لهاي الجهة. تعالوا معي لهون. اجن متنية وواحدة ممدودة. ننزل للنص نطلع من الجهة الثانية. كمان مرة. هاي المرة رح نقلبها. مرة الدائرة بتروح لليمين ومرة للشمال. هلا اول حركة رح تشغل العضلات الداخلية للاجرين. وتاني واحدة. ثاني واحدة للعضلات الخلفية. ممتاز. وآخر واحدة هون. نفتح الركب لبرا قد ما بتقدروا. هلأ من هون بدي اياكم تنزلوا لتحت بالنص ورح نرفع إجر لفوق الجهة الثانية. وتأكدوا أنه ركبكم مفتوحين للجانب. شدوا لي المشط قد ما بتقدروا. ما في داعي ترفعوا إجركم عالية. Good. وجوني كمان أربعة ثلاثة. Good. اثنين. جهزوا لي حالكم نرجع لوضعية سكوات الطبيعية اللي متعودين عليها. رح ننزل لتحت ونعمل جمب لفوق. ننزل لتحت جمب لفوق. بدي عشرة من هدول. حاولوا تبعدوا حالكم عن الأرض قد ما بتقدروا. ستة خمسة أربعة ثلاثة. بعد هاي رح ناخذ استراحة. وآخر وحدة. خليكم هون على أصابع إجريكم. Good. كيف وضعكم بالبيت؟ آخر تكرار إلنا. آخر عشرة بنوصل المية تاعتنا. رح ننزل لثلاثة. ثلاثة اثنين واحد. ونطلع لفوق. ثلاثة اثنين واحد. Good. نفس مبدأ الصاروخ قبل ما يطلع الفضاء. ثلاثة اثنين واحد. نطلع لفوق. كمان مرة. ممتاز. كمان أربعة. وجوني ثلاثة لتحت وواحدة لفوق. آخر اثنين وآخر واحدة. يعطيكم العافية.